قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب سيطلب من الكونغرس تمويلاً إضافياً بقيمة 8 مليارات و600 مليون دولار للإسهام في تكاليف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك. وسيمثل هذا الطلب أكثر من 6 أمثال المبلغ الذي خصصه الكونغرس الأمريكي للجدار في ميزانية العامين الماليين الماضيين، كما يزيد المبلغ بنسبة 6% عن الذي أعاد ترامب تخصيصه لصالح بناء الجدار الأمريكي مع المكسيك بعد إعلانه حالة الطوارئ الوطنية هذا العام.